الشعبية، تصرفها، تنظيمها، الطريقة التي كانت تحرس فيها المنطقة. كان يوجد شخص مندفع إلى الشارع الرئيسي، هو المنزل موجود في شارع في فتحة طولها 40 متر 50 متر، كان شخص موجود في الخارج يحمل السلاح علناً، وشخص يحمي مدخل الباب، وأشخاص اثنين موجودين على ظهر العمارة. فأسلوب عمل هذه الخلية كان عبارة عن أسلوب أي خلية إرهابية تعمل فيه تنظيما. فشكل القوة مباشرة ما بين وحدة الأمن 14 في مديرية الدرك، قوات الشرطة الخاصة 30 الأمن العام، والفريق الخاص بالبحث الجنائي مديرية الأمن العام. وجرى الاستطلاع ولم يكن لدينا أي وقت ل والله ما ظل على رأسي. شكرا. لم يكن عندنا وقت للتخطيط الكافي لأنه كانت العملية ملحة، فقامت هذه القوة المشتركة بقيادة وحدة الأمن 14 بمداهمة هذا الهدف. لا يوجد أي هدف في المملكة الأردنية الهاشمية يعصى على جهاز الأمن العام وقوات الضبط، ولكن يوجد محدد كبير. عندما يتخذ هؤلاء الأشرار موقعا لهم بين مواطنين آمنين ويتخذوهم كنوع من بوليس التأمين، كان بإمكان القوة التي هاجمت الهدف أن تشاغل وأن تدمر المبنى على رأس من فيه، ولكن هذه المباني كان فيها عوائل. وقامت مجموعة من قوات الدرك والأمن العام بالمجازفة بأرواحهم والدخول إلى بيوت بعض الأشخاص المجاورين وتأمين الحماية لهم وأخذهم إلى مناطق آمنة إن كانت داخل بيوتهم أو خارجها. عند بداية عملية الاقتحام الظاهر من التليفونات اللي حاطينها عندي يمكن أو شيء واجهت القوة رماية شديدة من الأشخاص الموجودين، ونعتقد بأن عددهم كان 9 أشخاص. هذه المعلومات الأولوية لغاية الدقيقة هذه. والله يا إخوان فنان الصوت تقدروا تحلوا لنا قضية واجهتنا هو واجهنا رماية كثيفة، وتم التعامل مع الرماية. حسب إحصائياتنا الأولية تم استخدام بين 7000 إلى 7500 طلقة في هذه العملية. وهذا هو يا ريت انتبهنا، هذا عندنا كميات كبيرة من الذخيرة، ولكن كان معظم الذخيرة اللي استخدمت هي من قبل عيار أو من قبل رشاش ما يسمى بالـAK-47 ورشاش كلاشنكوف، وجهاز الأمن العام غير مجهز به، ولا قوات الدرك مجهزة.
نتج عن العملية وفاة شخص من المطلوبين، جرح 4 أشخاص واعتقال 4 أشخاص. الآن ليس كل الأشخاص اللي كانوا موجودين في المنزل تمكنت القوى الأمنية من توقيفه. في 2 كانوا مصابين إصابات خفيفة، استطاعوا الفرار من المنزل من الخلفة بالأشجار ما بين البيوت، ولاذوا بالفرار بعد أن استولوا على سيارة. أمس أحدهم سلم نفسه إلى الجهات الأمنية، والآن بإذن الله تعالى في القريب العاجل سيتم إلقاء القبض على الشخص الأخير. هناك نظرية ونحن لسنا متأكدين منها، في نفس الفترة في نفس الوقت تم سرقة سيارة أخرى من قبل 3 أشخاص وتم محاولة توقيفهم في منطقة النصر، لم يمتثلوا من التوقيف فطاردتهم سيارة الشرطة وباشروا بإطلاق النار على سيارة الشرطة وأصابوا الوكيل الحجاج والعريف المشاجبة ورصدناهم واعتقلناهم. لغاية الآن لم تكتمل التحقيقات هل كان هؤلاء 3 علاوة على 9 أشخاص الذين كانوا موجودين في هذا المبنى. لم تكتمل حقا التحقيقات لنجزم بأن نقول بأنه عملية واحدة أو تزامنت عملية كهذه في نفس الوقت. لأخطاء سابقة ولكمية أو زخم إطلاق النار اللي صار، أصدرنا بيان مباشر من مديرية الأمن العام، أعتقد كان في الساعة 4 صباحا، وكانت لا زالت العملية قائمة لتجنب أي تأويل عن ما يجري من أحداث. وكان البيان يحمل بأن المجموعة هي مجموعة إرهابية. السبب في ذلك كان هو تقييم ميداني، وكان تقييم ميداني صحيح، لم يكن تقييم ميداني خاطئ. تنظيما وتسليحا وعملا وجسارة على خرق القانون، فهي كانت لأي مراقب من الخارج، خبيرا كان أم مبتدئا كان، في هذا ألا يصنفها إلا تحت بند خلية إرهابية. خلال التحقيق تم التحقيق مع هذه المجموعة من قبل جهاز الأمن العام ومن قبل أجهزة أخرى تختص في التحقيق مع الخلايا الإرهابية، ولغاية الآن لا نرى ربط قطعيا بين ما قدر الله عمل إرهابي، وهي فقط باعتقادي المتواضع وأؤكد لغاية هذا التاريخ أعتقد هي فقط عبارة عن إصابة أشرار وتنظيميا تنظيم خلية، ولكن هي عبارة عن إصابة أشرار. وأنا كشخص عندي نظرية، من يبيع سلاحه أو يجعل سلاحه مستأجر يمكن أن يكون في أي وقت يعمل أي شيء، يعني حتى حقا وهم عصابة أشرار من يبيع ضميره ويقتل ناس ويهدد ويروع المواطنين فلن يتوالى على بيع سلاحه أو بيع خبرته أو بيع قدرته لأي جهة ثانية. أعتقد لو التزمتوا بوقت الساعة 3 ما في داعي تساوي كل الشغل هذا.
صار في عمليتين في نفس اليوم منفصلات عن هذه العملية. تم استدراج ما يسمي نفسه وما يعتقد بأنه كبير مفاوضي سارقي السيارات، وتم استدراجه من قبل الأجهزة الأمنية وتم اعتقاله. وأيضا حصلت في جريمة في الرامة، راح ضحيتها أحد أبناء هذا الوطن، وتم الشك في آلية تابعناها، تم محاولة توقيفها المرة الأولى لم تتوقف، محاولة توقيفها المرة الثانية لم تتوقف، بل قامت بلعس أحد أفراد الشرطة، عالجناها بإطلاق النار مباشرة وتم توقيفها، وتم اعتقال الثلاث أشخاص أيضا. فالحمد لله الأجهزة الأمنية تأمن ليلا نهارا بسلامتكم أبناء الوطن جميعا وضيوف هذا الوطن. للأسف كثير من الأشخاص تذرعوا واعتقدوا بأن مناخ الحرية ومناخ الديمقراطية هو عبارة عن تصريح أو إذن لهم بأن يتعدوا على أمن الوطن والمواطن. من هذا المنبر أنبه أي شخص يسول له نفسه بأن يخترق القانون ويخرق القانون ويتعدى على الآخرين، ستكون الأجهزة الأمنية له بالمصلحة، وبشرنا بذلك ولن نتوقف، بل على العكس ازددنا عزما وتصميما على جعل هذا البلد واحة أمان. ولكن أهيب في كل أردني وأردنية أيضا من خلال هذا المنبر ومن خلالكم بأن رجل الأمن الأول هو ليس رجل الأمن العام، وليس رجل الطرف، وليس رجل القوات المسلحة، وليس رجل المخابرات، وليس رجل الدفاع المدني. المواطن هو رجل الأمن العام الأول. أستغرب بأنه كالمنزل الموجود في الكمالية كثير من المواطنين يشاهدون هؤلاء الأشخاص بالأسلحة، لا يبلغون الأجهزة الأمنية. أنا أفهم بعض الناس يخاف، ولكن أثبتنا فجر أمس بأنه لا داعي للخوف. هذا بلد لكل الأردنيين ولكل ضيوف الأردن، ندافع عنه. يخسر جهاز الأمن العام أرواحه كاملة على أن لا يسيل دم أردني واحد، لأنه هذا هو واجبي وهذا واجب كافة الأجهزة الأمنية وعلى رأس القوات المسلحة. أعطيكم بس تلميح بسيط عن ما جرى من جرائم من 1/1 ولغاية يومنا هذا. جرائم القتل، بلغ عدد جرائم القتل 69 قضية قتل و69 ما تكلمت عنه الآن. تم توقيف الأشخاص، شخص آخر سلم نفسه أمس، ولكن هذا ليس من صلاحيات الأمن العام بأن يقول هذا هو الشخص القاتل أم لا، القضاء يقرر. ولكن 69 قضية، 69 قضية مكتشفة. السرقات، بلغ عدد جرائم السرقات بكافة أنواعها جنائية وجنحوية وسرقة سيارات لهذا العام، لتاريخه من بداية العام 10129 قضية، تشبه منها لغاية الآن 82%. المعدل العام في الدول يتجاوز 40% أو 41%، تكلم عن 82%. والشكر كثير لكثير من أبناء هذا الوطن الشرفاء اللي ساعدونا في اكتشاف هذه الجرائم.
الموضوع الجرم. أريد أن أنوه عن عصابة الأشرار وما هي عصابة الأشرار وما يفرق عصابة الأشرار عن الخلية الإرهابية، وهي منصوص عليها في المادة 158 من قانون العقوبات. كل جماعة من 3 أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المرض والتعدي على الأشخاص أو الأموال وارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوص، هذه هي عصابة الأشرار. لو سألتني هي مجموعة إرهابية، ولكن هي مجموعة إرهابية جرمية تروع الوطن، وللأسف وأقول وللأسف لأن جميع أفراد على عكس ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية، جميع أفراد هذه العصابة هم أردنيين، أردنيين الجنسية ولا زيادة على ذلك. فهذا ما حصل في 48 ساعة الأخيرة. للمؤسف أن نرى هذا بيننا. هم عصابة أشرار حقا، ولكن في نهاية المطاف هم أبناء هذا الوطن. أعتقد يمكن إحنا الموجودين لو رجعنا إلى قرابة العم أو ابن العم أو النسب أو الجيرة إلا أن يكون أحدهم له صلة. فالسؤال أين أخطاء المجتمع؟ للأسف وصلت إلى الحد الأمني للتعامل معها. هذا واجب المجتمع، هذا واجب المواطنين. الخطأ يقوم في المنزل، الخطأ يقوم في المدرسة، الخطأ يقوم في المسجد، الخطأ يقوم في عندما يأتي دور الأمن يقوم الخطأ فيقوم قد فات الأوان. ولكن مع هذا أعيد وأكرر، نحن ملتزمون كليا بفرض النظام، ومن يعتقد بأن سياسة الأمن الناعم هي سياسة تسمح له بالعبث بقانون البلاد والعباد فهو مخطئ. سياسة الأمن الناعم تتعامل مع الحراك السياسي السلم الملتزم والذي من حق بنسبة 95% أو أكثر لم نرى من هذا الحراك إلى الالتزام، فيستحق سياسة الأمن الناعم واستحقها بجدارة. ونحن نجحنا، والتاريخ بإذن الله تعالى سيقرر إذا كان هذا نجاح أو فشل. أما خرق القانون سيقابل بالحزم، ومن يستخدم السلاح ضد الوطن والمواطنين سنستخدم السلاح، واستخدمنا السلاح. سلاحنا الأول هو القانون، ولكن سلاحنا الرئيسي سمح لنا باستخدام القوة. القانون فوضنا باستخدام القوة. أدعو الله أن لا نستخدم القوة، ولكن إذا فرض علينا الضرب مثل ما بيقول البدو حملها واحنا جاهزين. أسئلة تفضل. بالله تفضل. والله يا اخوان حلوا قضاياكم بين بعض، ارجوكم يعني الصوت خلي الوقت تفضل. يعطيك العافية باشا، مبارك عليك الشهر وان شاء الله الشباب يكونوا ان شاء الله. باشا في فرق بين العصابات الاشرار اللي هي الهيئة في الفن والإبادة 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 وال
الى النص القانوني للخليج الاجنبي وشركه الاجنبيه. لكن ما يثير في الموضوع انه هذه حلقه استهداء من خلال التحقيقات التي تشير الان الامن العسكري، واكيد حدثت لا تحقيقات تشير الامن العام هل كان امن البلد مستهدف من قبل هذه الخليه، خاصه وانه كان موقعهم يعني حدثت اشرت انه في منطقه الكماليه وهي منطقه مفتوحه منطقه الكماليه، كم مضوا على وجودهم في منطقه الكماليه؟ اين كان الجيران؟ اين كان الامن؟ اعتقد هناك في منطقه عسكريه، اين كمان يعني العسكر موجودين هناك؟ بتقول في برا ناس كان معهم اسلحه، ما رصدوا وجود اسلحه، ما رصدوا وجود ناس على السطح محملين بالاسلحه. لماذا الآن جاءت هذه العملية؟ ستي الكريمة الله يطول عمرك، يمكن أنا ما خطأ علي ما أوضحت الموضوع. أنا أعرف صاحب المنزل شخصيا وهو رجل فاضل، أعرفه معرفة شخصية، زميل لي عمل في السابق. عصابة الأشرار في المنزل يوجد من سكان هذا المنزل، يوجد صاحب المنزل ليس بجزء من العصابة، افهموني خطأ، ما مش 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 ساكن بالمنطقة، مؤجر المنزل، أجر المنزل لا، وفي له إخوان يقتلون في أحد الطوارئ. الإخوان الاثنين هم جزء من عصابة هذه الأشرار، ولكن عصابة الأشرار هذا ليس موقعهم. ولذلك أنا قلت كانت العملية سريعة. موقعهم كان في منزل في الهاشم، وهو المنزل اللي فيه الكاميرات، وفي نفس الوقت داهمته مجموعة من قوات الشرطة الخاصة 30 وفتشته، ولكن المنزل كان خالي من الأشخاص. كانوا بزيارة فقط، زيارة سمر. ووجدنا عدا عن الأسلحة والذخائر اللي في هذا الشهر الفضيل أن نجد كميات لا بأس فيها من مخدرات الحشيش. والله يا ستي ما أعطيك إياه أنا الآن، يمكن يكون في نقص، لأنه اليوم البحث الجنائي أجرى تفتيش أوسع وضبطنا أسلحة، طبعا كميات قليلة جدا ولكن ذخائر أكثر، ورشاش واحد أعتقد من نوع بورسعيد، أعتقد اللي صحح ثلاث رشاشات كلاشينكوف، رشاش ما يسمى M4 اللي هو 216 قصير وبندقية بامب أكشن، وكان في ذخائر كثيرة ومسدسات اثنين أو ثلاثة، يمكن مسدسات اللي لقت عدا عن المسدسات اللي كانت محمولة. وفي أشخاص احنا يعني تاكدنا من هروب اثنين كان سلاحهم معاهم، لانه مهدد شخص من عائله الزعبي هو استولوا على سيارته ولادوا بالفرار فيها. واذا ربط ايضا معاهم الثلاث اشخاص الثانيين اللي تم توقيفهم في منطقه النصر، فكميه الاسلحه اللي كانت موجوده هي كميه كبيره. ولكن سؤالك في مكانه، لماذا هذا التوقيت ولماذا ذاك المكان؟ حسب تحقيقات الأولية لم يكن هناك قطعيا تهديد لأمن الوطن من المنطلق الإرهابي، وأعتقد هذا ما ستنتهي إليه التحقيقات. لا عصابة أشرار، الجريمة المنظمة هي أكبر بكثير من هذه. لا نستطيع أن نخلط. يوجد عصابة أشرار أقل منها ضررا وأقل منها عدة، وتتابع الآن من قبل جهاز الأمن العام، وبإذن الله تعالى سنرقب القضاء عليها في القريب العاجل. تفضل. هو المرة الأول تبعات هذه الجريمة وهذا الحدث في مشروعها. نعم. حدث بالأمس يعني مساء أمس في الساعة المتأخرة، إنه هجم للمقاطعة من المقاطعة
خبرات ويعني انباء عن اغلاق الخط الدولي حاليا. لا، المعلومة الثانية خطأ سيدي. إذا كانت خطأ أرجو أن لا نصحح لك إياها. تصحح هذه المعلومة. فيا حبذا يعني لو توضح وكذلك سياسة الانتصار لهؤلاء عصابة المجروح الأشرار من قبل الأقارب، يعني قضية غريبة وعجيبة أنه من المجرمين ومن الأشرار، وكذلك الآن هناك تبعات في مناطقهم ولأقاربهم ينتصروا لهم، كيف سيتعامل الأمن مع مثل هذه الظاهرة في حال أنها تفاقمت؟ يعني أنت لفيت قبل قليل وجود تهديد للسيد لأمن الأردن، ولكن هناك بعض الأقاويل ونحن نحاول أن تهديد بما يسمى التهديد الإرهابي. سيد سرقة سيارة هي تهديد للأمن الوطني. ولكن هناك بعض الأقاويل وأرجو أن توضح الباشا حول وجود هدف استراتيجي لهذه العصابة، ماذا تفيد هذه المعلومة وخاصة المكان قريب من أماكن ومنشآت حساسة؟ سيدي أستطيع يعني أؤكد بأنه لم يكن هناك تهديد غير جرمي لأي جنتيكا، هذا لا جدال عليه، ولكن لم يحسن التحقيق هذا الكلام، ولكن واضح جدا الاتجاه، واضح جدا، لأن أسلوب العمل والأسبقيات لا تدل على ذلك. أسبقيات هي اعتداء على مواطنين، سرقة، تهريب مخدرات، بيع سلاح، سلب المسلح، يعني لا ترتقي إلى هذا. ولكن من يستطيع أن يبيع ضميره، يعني ضمير مبيوع، هذا المبدأ حطي على جهة. أتمنى لو لم ذكرت اسم المنطقة لجعلتني أتكلم بحرية. الإخوان الأربعة اللي ذكرتهم الملازمين ثاني والعريف من بحث الجنائي بادر وأحدهم من دفاع المدني، هؤلاء تم إصابتهم في هذه الحادثة اللي تكلمت عنها، وللأسف بالمقابل نجدت عنه وفاة أحد الأشخاص اللي قاموا بالاعتداء على هذا المركز الأمني. نحن لم نذهب للسالفة اليوم. من يعتدي على المركز الأمني فهو جاء بمحض إرادته، لم يدعى إلى الاعتداء، ولم يذهب جهاز الأمن العام للاعتداء عليه في بيته أو في مأمنه أو في معقله أو في أي مكان كان. أكبر في إخواني في قوات البادية الملكية أن تحملوا ما تحملوه مساء أمس، وأصيب ضابط وشرطي في البداية ولم يستخدموا الأسلحة، علما بأن موجود لديهم المخزون، لديهم المخزون الكافي من السلاح لسد أي اعتداء، ولم يستخدموا السلاح قطعيا إلا عندما شعروا بأنه يوجد هناك اتجاه لاقتحام هذا المبنى من الداخل. وإذا اقتحم مركز أمني للداخل عيب علينا وضع هذا الشعار، استخدم كل الوسائل المتاحه لي لامن هذا الشيء. فاعتقد اجبتك على كل المسائل. في شيء واحد يؤسفني، لانه اي شخص نوقفه الان له اهل، هذا
أين شخص الذي يسلب السيارة له أهل، الذي يقتل له أهل، الذي يقطع الإشارة الحمراء له أهل، ونفس الأهل هم من يطالبون بتطبيق القانون وينادون. وعدة حوادث، يأتي شخص وينظر عليه عشر ساعات، سياسة الأمن الناعم غير نافعة، قدت البلد إلى فلتان وكذا، ولكن لا تقرأ لي وتقرأ قرائي روح ابن شغيل. لا، هذا كلام لا يجوز. القانون يطبق وسيطبق على الجميع. واحد منهم أخي، يعطيك العافية. عافيك سيدي. أنا ملاحظ أن هناك فرقة تطاول على القانون، مثلا من جهاز الأمن العام الذي يعتبر يمثل هيئة الدولة. خلال أيام حسب حديثك طلعت نار على الشرطة، وصارت أعداد مهم، هجوم على مركز المقاطعة، هجوم على دورية بلدة. هذا ما هو السبب؟ لماذا ما كنا نسمع أنه في اعتداءات على منشآت أمنية أو عسكرية أو على مركز الشرطة بهذا المستوى؟ بعدين قلت رجل الأمن في المشاهدة، أما تعرض لإطلاق نار وهجوم مسلح ما كان يوصل إلى هذا الحد. السؤال الثاني، هل حادثة الكمالية لها علاقة بحادثة المهجر؟ وقال المهجر في مجال سلاح كان مجرد هؤلاء الأسلحة المهجرية. تأسوأنا في عدة أسباب، يعني ما بدي أروح أدخل الأسباب الاجتماعية والأسباب السيكولوجية فيها، ولكن أهم شيء لو دعيت لمؤتمر صحفي قبل 20 سنة كان جاني 5، لا ننظر كم شخص موجود، يزيد عن لا يقل عن 50-60 حسب مين بعد. إذا زي ما بتتهمون إذا إحنا بنعد بنقول 20، إذا أنتم بتعدوا بنقول 5000، فخل نوصل لرقم متوسط. ف عدة أسباب، يعني لا أريد أن أكون فيها جوابا طويل، ولكن أعتقد في جزء منه هو الشعور بأنه أستطيع أن أكون فوق القضية ولن يردعني أحد. أنا قرابتي مدير الأمن العام، أنا قرابتي مدير كذا، أنا قرابتي كذا، لا يستطيع أحد أن يفرق. أقسم بالله لو أنه ولدي، لا أعتقد وضعه سيء. لو أنه ابني يخالف القانون ويخالف القانون، لا أضعه سيء. وهذه سياستنا وهذا ما سيفرق. أما بالنسبة هل يوجد علاقة من الأشخاص الموجودين في الموقف مع حادثة الكمالية القطعية؟ لا. هل لتوابع هذه القضية؟ هذا أمر آخر. أما يوجد أشخاص من بلدة موقع لهم علاقة مع هذه العصابة من موجودين الآن في الموقع؟ قطعيا لا، قطعيا لا. أحد الموقع عز وأشرف منه. سيدي أحمد البلاد ومن الحرر ومن الإسبانية. سيدي، هل هذا الاجتماع أو ما نراه الآن من إعطاء تفاصيل دقيقة، هل هو رسالة رمزية أو غير أخرى بأن الأردن غير قادر أحد على اختراق لأمنية في ظل هذه الظروف؟ أرجو أن يكون السؤال محدد وأرجو أن يكون جواب محدد. هل هذه رسالة أن الأردن لا يمكن اختراقه أمنيا في هذه الظروف الراهنة؟ لأن هناك دول أكبر من ذلك تم اختراقها أمنيا، والأردن لحد الآن لا يستطيع أحد اختراقه أمنيا. يا سيدي، وفي سؤال تنزيل بس أجاوبك، هي ليست رسالة جديدة، هي تأكيد على رسالة قديمة منذ إنشاء هذه الدولة، فهذا موضوع لا نقاش عليه، ولكن أتابع على تعليق بأن يوجد دول أكبر من الأردن تم اختراقها إلا الأردن. جهاز الأمن الأردني يا أخي الكريم مكون من 6.5 مليون، الأردن عن غيره،
في دول جهاز الأمن في 100,000، في دول جهاز الأمن في نسبة 2% من الشعب. نسبة الجهاز الأمني الأردني 99% و999% من المواطنين. فهذا جواب، هذا حصن سلاحه الرئيسي هو المواطن الأردني، وتأتي الأجهزة الأمنية تباعاً، لأنه هذا البلد لا يوجد فيه جهوية وجهة تحتكر الجهات الأمنية. الجهات الأمنية، وأنا أؤكد كل من موجود في هذه القاعة، أؤكد بأن كل واحد فيكم له قريب أو نسيب في الجهاز الأمني. فالجهاز الأمني الأردني هو جهاز للوطن ومن الوطن، وهو ابن الوطن، وهو يقف خلف الوطن ويدافع عن الوطن والمواطن، ويساند من الخلف 6.5 مليون أردني فلم يخترق. هذا واجبه عليه قبل ما يكون واجبه عليه. سيدي السؤال الثاني بس لو سمحت. لا سيدي لو سمحت، هذا السؤال هو من هو؟ طب خلص سيدي، متى يمكن تنبؤ بقيام دور جهاز الأمن العام بأي عملية ضد أي أناس أو مجموعة إرهابية أو إلى ما شابه؟ متى يمكن التنبؤ بقيام الأمن العام؟ لحد الآن أنا لم أفرق ما بين عمل الأمن العام لمواجهة بعض المشاكل التي تحدث هنا من إرهاب، لا أقول إرهابية إنما من خارجين عن القانون، وما يقوم بها البعض الآخر من حمل أسلحة واعتصامات وتجاوز خطوط الحمراء. متى يمكن التنبؤ بعمل جهاز الأمن العام بأن يقوم بالردع؟ ما يكون التنبؤ في أي حالة؟ في حالة أنه اعتدى على أمن الدولة أو في حالة اعتصام أو في حالة ما في تنبؤ فيه. محتمل أنا الآن وأنا قاعد أتكلم معك تكون في عملية ماشية. نحن نتعامل، العمل الشرطي لا يحدد بزمن، لا يوجد كالقوات المسلحة، لا يوجد ساعة صفر بعد 4 أيام أو 10 أيام. ساعة الصفر محتمل تكون الآن، ساعة الصفر محتمل تكون كمان 10 دقائق أو 10 أيام. بالعمل الشرطي من المستحيل جدا، ولذلك تعتمد على المواطن، هو المغذي الرئيسي لعمل جهاز الأمن. تفضل. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة على الموضوع. بدأت بآية وأنا هنا بآية، ونحن هنا، أنا لست هنا لأسأل السؤال صحفي حتى أحصل على معلومة، بل أنا جئت هنا لنزيد على ما تفضلت به من أجل حماية الوطن وحماية المواطن، لأنه صمام أمامنا الأمن، وإذا خسرنا الأمن لن يبقى لنا حياة وجود. المتابعة للحالة الأمنية بالأردن لملاحظات كمواطن. حقيقة هناك تراخي في تطبيق القانون ضد المجرمين وقطاعي الطرق، وأنا عندما أقول جريمة منظمة كنت أقصد حقيقة هناك جرائم منظمة في الأردن وعلينا أن نعترف، ألا وهي الجريمة المنظمة في سرقة السيارة. هذول المجرمين ما زالوا خارجين عن القانون، ما زالوا يعيشون في الأرض فسادا، وأنا يعني أن يعاقبوا وأن يطبق عليهم حد الحرارة لأنهم يعيشون في الأرض فسادا. معليش أنا ما كنت بدي أقول في هذا الموضوع، أنا سألني الأسئلة لا أسئلة بعد ذلك ما لأنه الوقت لن يسمح، ولكن أريد أن أتكلم عن 4 محاور. المحور الأول موضوع سرقة السيارات. سرقة السيارات كنت أتكلم مع رئيس جهاز أمني لدولة يقارب عدد سكانها أعلمني بأنهم أنجزوا إنجاز كبير بخط سرقة السيارات من 150 سيارة يوميا إلى 76 سيارة يوميا، وهذه البلد تفرض الأمن بجسارة وبقوة لا تقارن، ونحن لم نصل إلى 2% منها، ليس عضوا.
معظم السيارات التي تسرق، يعني إذا أخذنا مقطع 100 سيارة، إذا تتكلم عن سيارة يكسر زجاجها وتؤخذ، فأنت تتكلم عن 2%، 3%، يعني سيارتين ثلاثة تكسر وتسرق. السواد الأعظم من السيارات يأتي من أشخاص، وأتكلم بشفافية واعذروني على هذا الكلام، بأشخاص إما يبحثون عن البغاء أو يبحثون عن المخدرات أو يبحثون عننا، بركب مع أشخاص ونقول لهم خلينا نروح ندور على هذا، فهناك يحدث أو تحدث عملية السرقة. وطريق آخر، تترك السيارة شغالة، فكر الأخ السابق في الخمسينات على سوالف جده ووالده، تترك السيارة شغالة، طبعا السيارة واقفة مزدوج أو فلافي، وبروح يشتري خبز أو يدخل على السوبر ماركت ويعتقد حقا بأنه يريد أن يخرج ويجد سيارته موجودة. وفي جهة ثانية تؤمن على السيارات تأمين شامل وتبيع وتمن ضبط حالات. للأسف 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 السواد الأعظم منها من قام بها ليس أردنيين، يعني أرقام سياراته لا تحمل لوحات أردنية، يقوم بأخذ التأمين من شركة التأمين اللي مؤمنين عليها في بلدان، ويبيع السيارة فيجني ضعفي المبلغ، ضعف إلى السارق. وناشد المواطنين، أي إنسان يفاوضك على السيارة بلغ الجهاز الأمني، لا تفاوض نفسك. أنا دائما أسمع مثل اللي بلاقي ذهب بقول لك هاي المنطقة فيها ذهب، أنت شفته؟ لا، قال لي فلان. ما في واحد أجا اشتكى وقال أنا صارت معي أو هاي فلان صارت معه، دائما سمع. كل واحد يجي بيقول لك الله أكبر في 6 سيارات 50 سيارة في سنة، طب أعطيني اسم واحد يقول لك ما أعرف، أعطيني إذا بدك تعطيني معلومة أعطيني معلومة صادقة. هذا رقم واحد. رقم اثنين بما يخص السيارة، ابتدأنا من أمس بالتطبيق الصارم لقانون السير، لا أتكلم فقط عن السرعة ولا أتكلم فقط عن تجاوز الإشارة، أتكلم عن تهور بالسيارة، أتكلم عن التنقل من مسار إلى مسار بدون وعي، أتكلم عن تحدث بالهاتف، حزام الأمان، وأدعو الله أن لا تنتصر عائلات الأردن لأبنائها المخالفين على هذا الشيء. ابتدأت حملة بالمشاركة مع وزارة المياه للتعدي على خطوط المياه الرئيسية، وبإذن الله تعالى خلال أسبوع سيكون قد أنهينا كل التجاوزات الرئيسية على خطوط المياه الرئيسية. اليوم في مديرية الأمن العام تم اجتماع ما بين مديرية الضباط ومديرية الأمن العام، رأست أنا الاجتماع وهيئة الركن معي مع خطوط أمين عمان وقسم أمر أمين عمان لمعالجة مشكلة البسطات. البسطات أصبحت مزعجة إلى المواطنين الذين يرتاعون بأمان، سمح له. هذا ليس قرار الجهاز الأمني، ولكن عندما أصبح التعدي على الشارع العام والتعدي على حرية المواطن الذي يسير على الرصيف، وبالأخص إخواتنا المواطنات عندما يبدأ التحرش فيهم بالكلام البذيء أو الكلام الذي يستهجن من قبل المجتمع الأردني وعاداته وتقاليده، فبإذن الله تعالى توجد خطة ستطبق في القريب العاجل للتعامل مع هذه، ولكن هذا قرار لا يعود إلى الأمن العام. نحن نطبق القانون ولا نسمع القانون. ونهاية أطلب من كل المواطنين الأردنيين، وطلبتها في الماضي، بأن يكون المواطن الأردني هو رديفا لنا، هو وهي هم الأمن العام الصحيحين، هم أمن الوطن، هم أمن المواطن،
تعاونوا معنا لمصلحتكم. مهنتنا هي أشرف مهنة، ليس لأننا نمتاز عنكم، ولكن لأننا نهيئ البيئة الحقيقية الآمنة لأن تكون مهنتكم الشريفة ومهنة كل مواطن أردني شريف يقام أو تطبق في 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 الميدان أو في أي فضاء كان. كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ما نضطر نطوف كل فترة طويلة، ولكن دائما نطوف على إفطار أو على غداء أو على عشاء بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير.